السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائنا المستمعين مستمعي قناة تاعنا الجيري تاك سور يوتيوب. اليوم حبيت ندير لكم امتد فيديو باش نعت ليزيتيديون تاعنا المقبلين على شهادة البكالوريا، اللي بيان سور نتمنى لهم النجاح والتوفيق، كيفاه يقدروا يماركيو في السيت ويب onec.dz. أول حاجة نديروها كي العادة نفتحوا متصفح الانترنت الخاص بنا. لكن عندك ديجا لادغاس تاع السيت ويب وتعرفوا، تروح ديريكتومون لا بار دادغاس تكتب bac.onec.dz يخرج لك السيت. وبيان سور اذا كنت ما تعرفش لادغاس تاع السيت، نروحوا كي العاده لعملنا جوجل ونكتبوا bac.onec.dz كيف كيف، وندخلوا لاول موقع. كيما العاده هذا هو السيت، السيت جينيرال تاع التسجيل في البكالوريا دورة 2015. السيت هذا راه عادي من سنة 2010 وهو نفس السيت ويب، معناها ما تبدلش، نفس المعلومات نحطوها، نفس طريقة تسجيل المعلومات، نفس كلش. أول حاجة نديرها نخيب الولاية تاعنا اللي هي عندك من أضرار حتى غليزان، بيان سور 48 ولاية جزائرية ربي يحفظهمنا، وعندك في الأخير المدرسة الدولية الجزائرية بباريس. نخيل الولاية تاعنا عادي، باغ اكزومبل نخيل ولاية عنابة. نوع الترشح، وش هو نوع الترشح؟ اسكو انت مترشح عمومي معناها تقرا في الليسي عادي، اسكو انت تقرا في مؤسسة خاصة معناها ايكول بريفي، اسكو انت مترشح على ديوان التكوين عن بعد معناها لونيفت، اسكو تقرا بالمراسلة، اسكو انت مترشح حر معناها جوزت الباك وما ديتوش، والا جوزت الباك وديتو وحبيتي تعدو، وإلا أنت مترشح في مؤسسة إعادة التربية. بيان سور حتى المحبوسين في السجون تاعنا عندهم الحق يعقبوا البكالوريا، دونك تخير الكاتيجوري تاعك باغمي لي شوا هذوما وتدخل في الشوا تاعك. أول ثاني حاجة تجينا اللي هي المؤسسة. في المؤسسة عندنا جميع المؤسسات اللي راهي مسجلة على مستوى ولاية عنابة، من ثانوية مبارك الميلي حتى ثانوية شطيبية. نخيبوا الثانوية اللي انا نحبها، باغ اكزومبل الثانوية ديالي مبارك الميلي. الشعبة، تخيل هنا الشعبة تاعك، باغ اكزومبل نخيل لي انا لغات اجنبية. اللغة الثالثة، بالنسبة للمتعلمين في شعبة اللغات الاجنبية عندهم لغة ثالثة، يا اما لغة المانية، يا اما لغة اسبانية، يا اما لغة ايطالية. بالنسبة للغة الإيطالية هي لغة جديدة داروها العام هذايا السنة الدراسية 2014-2015، معناها تخيل اللغة اللي راك تقرأ فيها نيميرو 3. عندنا اللغة الأمازيغية، نجم تخيل هنا اسكو انت معني باللغة الأمازيغية، اسكو قراوك في الليسي تاعك اللغة الأمازيغية ولا لا، وبيان سور دير نعم قراوني نو ما قراونيش. عندنا حدد التربية البدنية والرياضية، وش يقصدوا بها هذه؟ يقصدوا بها اسكو دير سبور ولا ما ديرش سبور؟ لكانك عندك مرض ولا حاجة عملتي ديسبونسي السبور، هنا دير لا أمارس الرياضة البدنية. إذا كنتي ماكش عامل ديسبونسي معناها تنجم دير سبور، دير نعم. وأنا بيرسونيلمون لكان ما عندكمش إشكالية، أنتم إشكالية صحية بيان سور غراف إنكم ديروا سبور، توجور ديروا سبور لأنه العلامة سبور ساعدكم بيان في البكالوريا. عندنا هل تدرس في قسم خاص؟ على بالنا بلي سيستم ال ام دي راهو سيستم جديد بداوه ا بارتير دو 2011، قبل كان لو سيستم لونسيان. دونك اي تلميذ قرا السيستم القديم هنا يحط بلي راهو في قسم خاص، لانه اغلبيه المؤسسات اللي كانوا عندها تلاميذ اقليه قراو السيستم القديم حطوهم مع بعضهم وحدهم وحطوهم في قسم خاص. معناها هنا تخير اسكو انت تقرا في قسم خاص والا تقرا في قسم عادي، معناها سيستم ال ام دي. كم ترشحت من مره؟ معناها قداه مره جوزت الباك، اسكو مره، اسكو زوج مرات، اسكو ثلاثة مرات، والا اكثر من ثلاثة مرات. كم درست من سنه في مؤسستك؟ معناها لك كان قريتي بروميير اني دوزيام اني ثروزيام اني عادي في ليسي تاعك، هنا تحط درست كل سنوات. لكن قريتي باغ اكزومبل بروميير اني في ليسي معناها بدلتي الليسي، وقريتي دوزيام اني ثروزيام اني في ليسي راك حتعقب فيه البكالوريا، هنا لازم تخيل درست سنتين وهكذا دواليك. معناها كنت تكون قريتي عامين في ليسي ومالك بدلتي في ليسي واحد اخر وقريتي فيه غير عام واحد البكالوريا، هنا تحط بلي قريتي درست سنه واحده. بيان سور تاني للناس اللي دوبلاو معناها اكثر من 3 سنين قراو 4 سنين يخيروا درست كل السنوات. هل حصلت على البكالوريا؟ نعم ام لا؟
وقت هنا اوبليجي تخير دو يا نعم يا لا. بالنسبه للتلاميذ اللي راهم يقراو في مؤسسه بالنسبه للتلاميذ المترشحين الاحرار اللي خرجوا من الليسي لو شوا هذا يخرج لهم، معناها كون خير هذا لو شوا ونود تحت يمشي لي هذا اللي هو هل تحصلت على بكالوريا نعم ام لا. لكن ديتي البكالوريا دير له نعم، لانه حقوق التسجيل تاع واحد دا البكالوريا تختلف عن حقوق التسجيل تاع واحد ما داش البكالوريا. كيفاش؟ واحد يقرا في الليسي يخلص غير 150 الف، واحد يقرا ليبر ودا البكالوريا يخلص 500 الف، ولكن كليبر وما ديتيش البكالوريا تخلص غير 3000 دينار اللي هي 300 الف. حدد الجنس اسكو ذكر او انثى. هنا تبدا عمليه كتابه المعلومات، اللقب، الاسم، تاريخ الميلاد، اليوم، الشهر والسنه، ولايه الميلاد، مكان الميلاد، الجنسيه، ثم اسم الاب، لقب الام بالعربيه، اسم الام بالعربيه، والعنوان بالعربيه. عندنا 4 خانات اضافيه الباقيه اللي هي اللقب باللغه الفرنسيه، الاسم باللغه الفرنسيه، رقم الهاتف، والايميل. كيما نزيد نهاودو تحت شويه نلقاو اسم المستخدم، تخيل اي اسم مستخدم، باغ اكزومبل باك 2015. وهنا نخيرو مود باس، قال لك المود باس لازم يكونش فيه صفر، معناها تنجم تخير ارقام من 1 حتى 9 والا حروف. نجم نكتب الجيري 23، تكتب اي حاجه، ليسونسييل تكون عندك من 1 إلى 4 أرقام. هنا عندك السؤال، كم يساوي 10 ناقص 5؟ الجواب تكتب له بصوره عاديه الجواب. ابخي ما تكمل تحمر لي زانفورماسيون كل هنايا، تكتب الإجابة عن السؤال كم يساوي 10 ناقص 5، ودير عملية تأكيد التسجيل. هنا يقول لك سيتك ماركيتي، كي تكمل يقول لك سيتك ماركيتي كيف كيف، تعاود يعطيك سؤال آخر وتكتب له الإجابة على السؤال هناك، ودير طبع الاستمارة، تخرج لك الاستمارة تاعك تطبعها بصورة عادية، ومبروك عليك التسجيل في شهادة البكالوريا لدورة 2015. اي تساؤلات او خرج لكم الايميل من تحت، نجمو تبعتوا لي ايميل في اي وقت، نجاوبكم افيك ان غران بليزير. الى اللقاء.